ومن صور عدم نسيان الفضل كلام بديع لإمام من أئمة زماننا رحمه الله، وهو الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، حيث قال: عن الرجل إذا أصبح لا يرغب في زوجته وهو معدد، قال: إن كان ولا بد وليس له رغبة فيها فإنه يخيرها، إن شاءت صبرت على ما يسر الله منه، وإن شاءت طلبت الطلاق، فإن طلبت الطلاق وجب عليه أن يطلق أو يعدل. لأن السؤال كان عن رجل صار لا يعدل بين نسائه لأنه لا يريد الأولى، فيما أحسب كان في السؤال عن الأولى، فالشيخ يتكلم عن هذا، يقول: فإن طلبت الطلاق وجب عليه أن يطلق أو يعدل، بل عليه أن يعدل بينهما أو يجيبها إلى طلب الطلاق فيطلق، وإذا طلقها أنفق عليها نفقة العدة، وإذا طلقها طلقها طلقة واحدة. هذه السنة أن يطلقها طلقة واحدة، لا يطلق بالثلاث بل واحدة، وينفق عليها نفقة العدة ويعرف لها فضلها. فالله يقول سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم، فينبغي له أن يكرمها ويلاحظها ويطيب خاطرها بما تيسر من المساعدة. هكذا ينبغي للرجال الأخيار ذوي مكارم الأخلاق وذوي النفوس الرفيعة الطيبة، لكن لا يلزمه أن يبقيها في حباله. إذا شاء أن يطلق فله أن يطلق، وإن صبرت هي، ولا زال كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، وإن صبرت هي ولم تطلب الطلاق رجاء أن يعود إليها، يعني خيرها، قال: إن شئت تبقي في ذمتي ابقي، لكن أنا ما أفعل لك، يعني ما آتي مثلا، ما أبيت عندك، فاختارت هي أن تصبر. قال الشيخ: وإن صبرت هي ولم تطلب الطلاق رجاء أن يعود إليها، أو لأنها ليست في حاجة إلى الطلاق لأنها لا ترغب الزواج من غيره، فإذا صبرت فلا بأس، وهو ينبغي له أن يحسن إليها وأن يعرف لها حالها الأولى، وأن يجود لها بما يسر الله له، وأن لا ينساها. هذا هو المشروع له. انتهى كلام الشيخ. انظروا كيف الشيخ يعالج القضية ويبني كلامه على الفضل وعلى عدم نسيان الفضل. فهو إن لم يرغب فيها تماما إما أن يطلقها ويعقب ذلك بالفضل، وإما أن يبقيها إن هي اختارت وأرادت أن تبقى معه ويعقب ذلك بالفضل وألا ينساها.